طيب خلينا نفوت بصلب الموضوع. انت بدك حدا يتجوزك وبس، تعطيه مصاري وبتسافري وتنقطوا عن بعض، ما هيك؟ مزبوط. واذا بده بعدين في طلاق غيابي، ما هيك؟ صحيح. حلولي، العريس موجود. عن جد؟ مين؟ أنا. شو؟ ليه تفاجأتي؟ ما تفاجأت صراحة، كنت مستنظرة هيك شيء. وليه بقى؟ لأنه من هالكم ساعة اللي قضيتها عندكم بالبيت، ومن هالكم شغلة اللي سمعتها عن تفكيرك وتخطيطك للمستقبل، استنظرت أنك تستفيد من المصاري كرمال مستقبلك، مستقبل عائلتك وحبيبتك كمان. هيدي وطابوي مني، ما هيك؟ لا لا أبدا، أنا ما فكرت بهالطريقة، ما عم حاول حللك شخصيتك. أنا بس همي واحد، اللي هو إني أهرب من هيدا البلد وأختفي وما حدا يعرف فيه لحد ما موت. هل قد بتكرهيلي هذا الرجال بتجوزوك إياه؟ معقولة تتركي بلدك وعائلتك وكل الناس اللي هون حتى تهربي منه؟ أنا ما عم بهرب من فريد، بس أنا عم بهرب من حياتي كلها، من وقت ما وعيتها هالدنيا وأنا تعيسة وحزينة، عايشة هم ومشاكل كبيرة أنا وأختي وعائلتي. من أنا وصغيرة بحلم ببكرة أحلى، من أنا وصغيرة وأنا ساكتة وبقول معليش، بكرة بيجي هيدا الشخص اللي رح ينغرم فيي وأنا أنغرم فيه ويأخذني أعيش معه وينسيني كل شيء ويعيشني أحلى أيام ويفرجيني شو يعني سعادة وحب وأمل وفرح. وإذا بتكتشفي إنه هذا الحلم ما رح يتحقق، رح تنتقلي من بيت أهلك لبيت الشخص اللي أنا بتحبيه، مرحبا فرح ومرحبا سعادة وحب. صح، وهيدا اللي صار. الأستاذ طلب يشوف التفصيلي ويوافق عليه قبل ما نقص، بدي شوفه. روحي. طيب طالما انت هلا مش مهتمه بشخصيتي، خلينا نتفق بسرعه كل شيء. امتى بدنا نتجوز؟ اليوم قبل بكره. بدي فل قبل ما بيي يقلب الارض علي. انا بعرفه لهلا بيكون بعده مطول باله، بركي بيرجع وهو بيتفادى الفضيحه، بس بعد شوي بيصير كتير يخاف علي ولبنان كله بيصير يفتش علي. ما زالك، خلينا نحكي بالتفاصيل ونخلص. طبعا انت قصدك المصاري، ما هيك؟ قبل المصاري لازم الاول اعرف الاسم المزبوط للبنت اللي بدي اتجوزها، ولا ممنوع؟ مش هلا، بكره وقتا نتجوز بتعرف. ما عندك ثقة فيه، ما هيك؟ ليش بده يكون عندي ثقة فيك؟ مزبوط، خاصة بعد اللي عم بعمله معك، ده منه تصرف محامي محترم. بس بأكد لك أنا عم بعمل كل شيء بس تخلي الدنيا تضحك لأمي ولأخواتي. عم بعمل شو ما كان تحسن وضعهم، بس الناس مفكرة العكس، يمكن لأنه ما بيعرفوا شو في جوادي. عم بدرس وبشتغل وبتعب ليل نهار بس كرمالهم هني، كرمال أمي اللي ما ارتاحت ولا لحظة بحياتها، كرمال أختي اللي بدي أمن لها مستقبل يليق فيها، وكرمال خي اللي بيحلم يتجوز رباب اللي بيحبها. وحنان مش موجودة؟ حنان بأحلامك؟ لا بلا، أكيد موجودة. بلا بتكون ناطرتني على الغدا وقاعده عم تبكي، لما بوصل لعندها بتصرخ وبتعيط علي، بس لما بقرب منها وبمرها بيمشي الحال. طيب خلينا نتفق ونمشي. اللي شو بدك تعرف؟ بتجنن. قصي عليها، ما تعتلي هم. مش عتلينا هم، بعرف انه كل شيء بالاخر بيزبط.
شادي أنا مش قادر أحبك ولا قادر أكون إليك أبدا. طيب هيدي عرفناها، بس بدي تقلي الحقيقة. أي حقيقة؟ بدي تجاوبني على السؤال اللي ولا مرة قبلت تجاوبني عليه. شو بيفيدك جوابي؟ بيفيدني كتير، أكتر ما أنت بتتصور بكتير. لو كنت قادر أكون معك كنت بحبك، كنت أكيد بحبك. مش هذا السؤال اللي سألتك إياه. هلأ أنت بتحبني وخايف تتقرب مني أو لا؟ بتحبني قد ما أنا بحبك؟ بدق قلبك كتير وقتها تشوفني، بتشتاق لي، بتحب تطلع فيي. شادية اطلعي لبرا هلا. وصلني جوابك استاذ. مرحبا، ما توهزوني تأخرت عليكم. أنا رحت على المحلات وقعدت شوي، قالوا لي إنك ما وجهت على الشغل اليوم، تارك المحلات على ابن خالتك وعلى الشغيلة. وين بعدك لهلأ؟ بعدك غرقان بزيت المهزلة؟ أنا فكرت منيح ولقيت الحل المناسب. شو هو أمي؟ طمني. ببقى بخبركم بعدين أمي، ما تعتلها. تبقى بتخبرنا؟ شو يعني بتبقى بتخبرنا؟ يعني بعدك عم تفكر بهالعيلة المضروبة المنحوسة؟ بدي أعرف شو صار بيه، لأنه خلصنا بقى. أنا بعدني سكت لك لأنه ما بدي زيد على قلبك وما بدي ضايقك، وأنت آخر همك اللي صار ومش فرعاني معك، بعدك عم توطي حالك وتفكر فيهم. طيب وليه هيك عم تصرخ؟ أنا مني ولد صغير وبعرف كتير منيح شو لازم أعمل. منك ولد صغير إيه، بس مش الهيئة بتعرف شو لازم تعمل. اللي بتحبها ورايح لتخطبها هربت، بعد في إهانة أكتر من هيك؟ بعد في ذل أكتر من هيك؟ خلص بيي خلص، أنت ما بتعرف الحقيقة. شو هي الحقيقة؟ خبرني لأشوف. مش أنا وأمك جينا من آخر الدنيا لنخطب لك، وحملنا الخطبة ورحنا على بيت خطيبتك ورجعنا على البيت والخطبة بإيدنا لأنه الخطيبة هربت؟ فكرك أنا وأمك ما نزلينا وانجرحنا باللي صار؟ خلص بقى خلص. بعرف كتير منيح إنكم انجرحتوا، كرمال هيك بدي أنت أمي، بدي أعرف الحقيقة، حقي أعرف مين هو المذنب لحتى دفعوا الثمن. إذا ضحى عن جد هربت مني هي اللي بدها تدفع الثمن، وإذا سوريا أختها ورا هيدا العملة هي اللي بدها تدفع الثمن، مش أنا يلي بنهان، مش أنا يلي بقبل إنه أهلي ينهانوا قدامي وضلني ساكت. أنا كمان عندي أصحاب كانوا بديوني شو لهون يباركولي ويهنوني، عم مهرب منهم لأنه ما بعرف شو بدي قلن. فكرك ليه ما عم روح على المحلات؟ لأنه الكل هونيك ناطر المعلم، ناطرينه لحتى يباركولو ويهنوه ويوزعولو بقلاوة. أنتوا فكركن أنا رح أرتاح إلا ما أنتقم منهم كلهم؟ أنا كمان مثلك بي عندي عزة نفس وما رح أرتاح إلا ما أنتقم. فريد، فريد تقبرني، ما تظهر بلا غدا. تركيه تركيه، خلي يفكر باللي قلت له إياه. واضح إنه هالبنت وأختها قاتلين وراسه ومسيطرين عليه. ولا مرة تهيأ لي إنه ابن ضعيف هالقد. اللي عم بقوله عن الانتقام وما بعرف شو مش مزبوطين. ابنك الظاهر بيحبها ومعلق فيها. حاجة تكبر القصة أنت، الصبي بيحبها ويمكن عن جد هي ما خاصة، ويمكن عن جد اختها ضغطت عليها. وعد ستري على ابنك وتلاقي له أعثار. ابنك لازم يمشي وراسه مرفوع كل عمره، ابنك لازم يكون شجاع وقوي وإلا الدنيا بتسحقه. الدنيا ما بقى ترحم الضعاف أبدا. ملينا أختك ولا قدرنا نعرف وينها. سمعتيني شو قلتلك شو رأيها؟ أختك بعدها ضايعة ومش عارفين عنها شي. أكيد سمعتك ملي طرشة،
افتكرتك ما سمعتي لأنه ما عملتي ردة فعل. شو بدك ياني أعمل كرم بيك؟ اخبى عن الوعي من الخوف ولا بقتل حالي؟ أنت بس قلي شو هي ردة الفعل اللي بتبسطك وبترضيك كرمال أعملها. ليش هيك بتكرهيني بنتي؟ مش عاطلة طالعة من تمك كرم بيك. بتعرف قديلك مش قايل لي كلمة بنتي؟ سريا الله بيرضى عليكي بي. خلينا نوقف الحرب السخيفة بيني وبينك. خلينا نساعد لحتى نلاقي أختك. أختك ضايعة لحالها بهالدنيا ومش عارفين إذا هي منيحة ولا لا. هلا عن جد كرم بيك أنت جاي تسألني إذا معرفت حوين؟ ولا جاي تستفسر مني تتشوف وين مخبيتها أو ممكن يكون أذيتها كمان أو حتى يكون جاي عبالك إني قتلتها؟ حكي كرم بيك، قول حكي، شو جاي تعرف؟ أنا جاي أقلك بس إنه قصة فريد وجواز ضحى من فريد خلاص نسيتها. خلاص فريد وضحى ما بقى رح يتجوزوا، إنه مش رح جوزها بالقوة، وخصوصا إذا أنت إذا هالشي عن جد بيضايقك. خلص ضحى فريد ما بقى رح يخطبوا ولا رح يتجوزوا. ما تزعلي مني، أنا ما كنت عم بقول إنه أنت عم تأذي أختك عن قصد. هل قد بتكرهني كرم بيك؟ هل قد شايف إن أنا إنسانة مجرمة؟ أبداً. بس أوقات ممكن الإنسان يتصرف بطريقة مش واعية وما بيكون منتبه إنه اسمع شو بدي أقول لك. أنا ما بعرف ضحى وين ولا بهمني أعرف وينه ولا بدي أعرف وينه. ما تضيع وقتك معي، روح فتشوا عليها، شوفوا وين هالأميرة نايمة وناطرة الأمير يجي يبوسها ويفيقها من النوم بخير وسليمة. فتشوا على الأميرة البيضة تبعكم، شو بتكون فيه؟ أنا سودة كرم بيك، سودة من جوا ومن برا، حياتي كلها سودة، سنيني سودة، ذكرياتي كلها سودة. تركوني بحالي بقى، ما بقى تحطموني أكتر من هيك، تركوني بحالي، تركوني. بيت ماشي، ما بدي حدا يشتري انه كنتي معي. انت رايح لعند حنان؟ ايه رايح اتصالحها. وراح تخبرها عن اتفاقنا؟ ما بعرف، يوم عشية بقعد وبقرر بشوف اذا بخبر اهلي او بخبر حنان، بس المهم انت ما تخبري حدا. طيب يلا بشوفك. بك شيء؟ لا لا، ناطرتك لتروح. عارفه وين شريف؟ لا، ليش بدي اعرف وين شريف؟ فكرتك كنتي انت وياه، ما اجى على الغداء قبل ما يروح على وظيفته بالسنترال. لا ما شفته.
بعتي لي فيلي من عنا اليوم هيك؟ بعرف انك مضايقة فيي. لا ماني مضايقة فيك، انا معروف بيتي مفتوح لكل الناس وطاولتنا كل ليلة عليها زوار، بس زوارنا ناس بسيطين مثلنا، ما في عندهم مشاكل ولا وراهم قصص بتخوف. يا بنتي أنا عايشة الدنيا من زمان وعايشة بعيدة عن كل الناس لبعد ولادي عن المشاكل والخطر. أنت ليش متأكدة إنه أنا خطرة ورايا مشاكل ست زيون؟ لأنه هيك مبين. نمت مبارح ببيتي وأنا ما بعرف اسمك الحقيقي ولا بنت مين ولا ليش هربانة من أهلك. نمت ببيتي من بعد ما غريتي بنتي بالمجوهرات والمصاري، وأنا ما عندي هالقصص بالبيت. كانوا صغار أنا لما ميت جوزي، كل الناس تقلي زيون لازم ترجعي تتجوزي لحتى يكون في رجال واقف حدك ليكبر ولادك، بس أنا رفضت فوت رجال غريب على بيتي لأنه كان عندي طفلة وشابين عم بيكبروا بدهم طولة بال وصبر. ولا رجال بيتحمل هالشي. قررت تكون الرجال والمرأة، مسكت مصلحة جوزي ونزلت على السوق، صرت سلم طلبيات المطاعم يلي كانوا ياخدوا سمكاتهم من عنده، وبعدني لليوم عم بشتغل بالحلال وبعيد عن الخطر والمشاكل. مش هلأ بآخر هالزمن بدي فوت المشاكل على بيتي، فهمتيني؟ نعم فهمانتك كتير منيح. أنا رح فل من هون، ما تعتلي هم، ما تخافي مني لأنه ما في ورايا مشاكل. أمي ماتت أنا وصغيرة وعمتي ربتنا أنا وخي وأختي، بي رجال مثلك ما قبل يتجوز مرة تانية تفوت على البيت وتعملنا عاطل. كل الأهل بيتمنوا أنه المشاكل ما تفوت على بيوتهم وتطال أولادهم، بس أوقات الظروف بتحكمنا ست زيون، مش هطول الظروف تكون مثل ما نحن بدنا. مظبوط معك حق. بديك نحضر غدا أنا وياكي، ناكل لقمة شادية للخمسة لترجع، وجبران يقبر قلبي راح يسلم طلبيات المطاعم. طيب أنا أكلت فلافل كتير طيبين اليوم، بقدر أغسل إيدي؟ ريحتهم بعدها فلافل. أي روحي غسل. حبيبتي ليش عامل بحالك هيك؟ أنا طلعت حمام وغير تيبي رايحة على الشغل. اليوم جيتني بدها من طرابلس ولازم أنا طبطبها مثل ما لازم، بتعرفي ما فينا نتكل على حدا، عمت ما هيك؟ سوريا منا منيحة خيي، أعصابها تعبانة، تطلعاتها غريبة، بتكون عاملة شي لأختها ومش واعية على حالها، قلبي رح يوقف من الخوف. عم بتصل بفريد، هو الوحيد اللي بيقدر يساعدنا. ما لقيته أمه حكيت معي بطريقة مش حلوة، هلا ناطر مخابرة على المحلات تبعه، بلكي بيكون هنيك. شو بده يساعدنا فريد؟ مش عساس سوريا مغرومة فيه؟ نخليه يتقرب منها ويعرف منها الحقيقة. هيدي لعبة خطرة خيي. تحت نظري ما في شي خطر، ما تخافي. ما
عم تعمل فيي هيك يا شريف؟ ليش؟ كرمالنا وكمان مستقبلنا ما بقى رح اقبل ولا عذر. انا كتير تعبت من تصرفاتك، كل ساعة برأي وكل ساعة بمشروع، وانا بقعد هون ناطرتك مثل الحمارة. كون هربانة من اهلي وتاركة ابني وقاعدة ناطرتك وانت اخر همك. ليش؟ لانك متأكد اني بحبك مش هيك؟ ليش معصبة هالقد؟ تركني تركني تركني، ما رح ارضى هالمرة. حنان روقي شوي. تركني. يا حنان روقي. ما رح تضحك علي بكلمتين مثل العادة. روقي. انا بحبك مجدوبة. كل شيء عم بعمله كرمالنا وكرمال مستقبلنا. انا كتير خايفة. خايفة من امي وبي. ومن أمك ومنك كمان. مني ومن أمي؟ ليه؟ مش يمكن أمك ما تقبل تجوزك مرة أرملة وعندها ولد؟ أنت أمك شايفتك ومش مصدقة. أنت ابنها المتعلم الناجح بكون بدها تعطيك لأحلى عروس. ما بقى بدي اسمع منك هذه الكلمة. أنت أحلى عروس في العالم، فهمي؟ بحبك كتير شريف. ما بقى في عيش بلاك. موت. من قالك رح تعيشي بلاي؟ مش رح تظنتي مني كل العمر. ناكل؟ مدري كيف وعم تتجنبي تطلعي فيي. ابدا، بس عاده وقت الواحد يكون عم ياكل عيب نطلع فيه. يا ربي شو زويت؟ مبينه انك مربيه بقصر. لا بس انه هيدا لازم، ما هيك؟ لازم؟ حسب. كل مطرح شكل. وكل فئه من البشر عندها اللازم تبعها. لازمكن مش مثل لازمنا ابدا. انا هي قصه التطليعه مثلا. ما بعرفها، بس بعرف إنه الواحد لما يكون عم بياكل ما لازم يترك شيء بصحنه. حرام الأكل ينكب. في ناس عم بتموت من الجوع، لازم ننتبه على هالموضوع. نحن منكب أكتر ما بناكل. ما تخبريني هالخبار، بعصب. بقى خلص. أنا رح أنطر شادية وقتها هي تجي بعدين بفل. مضايقتك شيء؟ أبداً. هلأ بس خلص أكل بشرب أنا وياك فنجان قهوة مع قشوة كمان. موافقة. بدك تقولي أختك وين؟ أحسن ما أنت تاكل الأكلة. وين أختك؟ قالت لك ما بتعرف. شو صير لك دخلك؟ روق. عم بتدافع كمان؟ عم بتدافع شام عن بنتك الأرملة اللي تركي ابنها هون كل يوم كل يوم كل يوم وعم بتروح تسرع بقى ابن زيون ما بعرف وين؟ ما بشر شو عم بيعملوا كمان؟ عم بتدافع عنها؟ مش مزبوط، بنتي ادميه وما بقبل ينحكى عنها هيك. وانا هلا منا عن زيون المقبور على قلبها هي وابنها وشريف المحامي اللامع منو بالبيت. وينهم؟ وينهم تناتهم؟ وينهم؟ مرحبا، شو في؟ انا بقول لك شو في. تعال قل لي. تعال قل لي. وين كنتوا لي؟ وين عم تتقابلي انتوا ابن زيون الواطي؟ وين؟ تركي هيك. تعالي عمك. تعالي. اوعى تسمي علي. عم تقابلي شريف ابن زيون؟ بيي أنا وشريف منحب بعضنا ورح نتجوز. شو يا حمارة؟ تتجوزوا؟ اللي بده يتجوز البنت بريت البيت ولا بيجي عن بيت أهلها بيطلبها؟ أنا خلفتك لا تحطي لي راسي بالتراب. بيي
شريف بحبني وبده يتجوزني. بدك تنزربي من اليوم بالرايح بالبيت لحتى تظهري من هون على بيت جوزك دغري، فاهمه؟ انا دبرت لك عريس راح يتجوزك ويسترك وخلصت منك بقى. تركني، انا ما راح اتجوز غير شريف. وليه؟ وليه عم تخلفي رعيه؟ وليه عم تخلفي رعيه؟ طلع بدربي عم تخلفي رعيه. طلبية اللي وصلت من خان الصابون. اه، ولاد ركتيها هيك مكدسه فوق بعضها. اللي فهمته من سمير انه لازم ننطر حضرتك تنعرف شو بدنا نعمل فيها. ونحن بالعاده شو بنعمل فيها عفيفه؟ مندوبها؟ ضبط بيهم حطيهم على رفوف عفيفه. هلا بيتمعسوا. وين هو حضرت جنب جوزك ما بيجي بيساعدك؟ سمير وين؟ سمير؟ سمير؟ انا بعد ناقصتي. سمير؟ بدك رأيي أنا؟ إيه بدي رأيك، بس ما بوعدك امشي على رأيك، بس أكيد بحب اسمه. رأيي إنه بلا اللعب بالنار، لأنه اللعب مع هالنوع من الناس هو اللعب بالنار، وإذا لابد بدك تعملها بنصحك ما تخبر حدا، لا أهلك ولا بتحبها. أكيد هالقصة لازم تبقى بينك وبين البنت اللي بدك تتجوزها وبس. هيك بتضمن لما تسافر وتفل وتختفي ما حدا بيعرف غيرك، وما حدا ممكن يسبب لك مشاكل مع أهلها للبنت. معك حق 100%، أنا ما راح خبر حدا. بس راح تعملها ما هيك منيرة؟ أنا ما عم بيسي حدا، بالعكس أنا عم ساعد بنت بدها تهرب من حياتها البشعة اللي ما بدها إياها وما بتحبها. المهم إني ما أزي حدا، ما هيك؟ ما بعرف شو بدي أقول لك، يعني هي القصة بحد ذاتها مش حلوة، إنه تعطي اسمك لوحدة وهي تعطيك مقابلها مصاري مثل كأنه عم بيع اسمي وحالي مقابل المصاري، ما هيك؟ معلش منيرة، معلش أنا بحاجة لمساعدة، المساعدة إجت بمحلها. أمي عم تتعب كتير بشغلها، أختي شادي عم تمر بمرحلة كتير صعبة بالمعمل، حنان أهلها عم يضغطوا علي حتى أتزوجها، وخي عنده مشاكل مع رباب. يعني نحن كنا بحاجة. يعني كل هودي الناس رح يستفيدوا من هالصفة هيدي؟ هل قد رح تدفع البنت مقابل كتب الكتاب؟ إيه منيرة، رح تدفع كتير منيح، ونقدي كمان مصاري وذهب. صار البنت مع مصاري كتير منيح، المصاري ضمتها من راسها لكعب شريها. إيه إذا هيك الله يوفقك، ما تنسى تجيب لنا الحلوينة. لك أحلى حلوينة لأحلى منيرة، شو رأيك بعريس؟ المهم ما تخبر حدا إلا أنت وهي. أنا خلص نسيت شو خبرتني. عن شو كنا عم نحكي دخلك؟ عريس؟ ألو؟ شادية؟ خواجة مسعود؟ انتبهي شادية، انتبهي على تصرفاتك. لعب مع الست عدلة مش مزحة، مش مهضوم أبداً. فهمت علي؟ هالتطليعات وهالنظرات وهالأعداد وهالخلوات مع الإنسان محمود زوجها يعني مش مهضومة أبداً. بس هالحكي مش مزبوط. إن شاء الله بتمنى يكون هالحكي مش مزبوط، أحسن للكل.
هالمرة ما قتلتها، بس والله العظيم إذا بعرف إنه ظهري تبريت على العتبة رح أقتلها، فاهمين؟ رح أقتلها. اللي عم تعمله مش مزبوط ولك يا محبوب، ما بحياتك كنت قاسي هيك مع بناتك. عم بسمع كلام مش حلو سهام. شو عم تسمع؟ عم بيقولوا إنه بنتك عم تتلاقى مع شريف بمطارح محسية، وإنه في شي بيناتهم. مش أنا اللي بقعد بالقهوة وبسمع كلام هيك عن بنتي، فاهمي؟ هيش أنا. جوري ما هيك؟ يمكن ايه اكيد. يلا فض رفوف وحط البضاعة الجديدة. يلا سمير يلا. عفيفة طبي لي هيدا اول واحد. حماتك بتحبك، ليه جاي ركتك؟ يوم خلتي سعيون. شو في رباب؟ دخيلك الحقينا. خير؟ بي ضرب حنان بالعسل، أنا سمع حكى عنا وعن شريف. حنان مش منيحة أبداً. أمي قالت لي إجا عيط لك. إيه. على الخبرية. يلا يلا. ليش بي بيموت ببنته هالقد بيعمل فيها هيك؟ ليش؟ تقبليني إن شاء الله. ما تخافي ما تخافي. خلص بوعدك أنا رح حل القصة وما بقى رح خلي حدا أبدا يأذيكي. إن شاء الله تكون بعت وراي لتخبرني شي جديد عن ضحى. يا ريت يا ابني. الشرطة كلها عم بتفتش عليها بس بعد لهلا ما عرفنا شي. لكن ليش بعت وراي؟ عايزك بكلمتين أنا وياك لوحدنا. ممكن تقعد شوي لخبرك. أنا ما عندي شي أقول قبل ما ترجع ضحى ويتوضح كل شي. أعطيني هالفرصة وأقعد. أنا بعرف إنك بتحب ضحى كتير. وبعرف إنك مش مصدق اللي صار. خلينا نفهم شوي. اسمعني وبعدين قرر. Thank you.
بتقبل انه شاب مثلي يعمل هيك مع بنتك؟ بالنهايه سرية بنتك. كيف يعني تعمل هيك مع بنتي؟ ليش انت شو فهمت علي؟ ليكون فكرك تضحك على سرية وتظهر معها يعني. لا ولو انا معقول اقول هيك، بس اللي عم اقوله حضرتك طلبت مني اني اضحك عليها وفهمها اني بحبها. بتريحها وبتحسسها انك من يمها، لا تعرف اذا هي بتعرف اختها وين. سرية بتاخد ادوية فريد، من هي وصغيرة عندها مشاكل وعندها حزن على فقدان امها، مشان هيك اعصابها تعباني شوي وبخاف تكون عملت شي مش وعيت له مثلا. معي انا مش عم ترضى تحكي، قلت بلكي لانها بتحبك مثل ما قلت لك ممكن تخبرك لك. بالنهاية ضحى بخطر وانا وانت لازم اللي هي ونخلصها بسرعة. ضحى ما لها غيرنا انا وياك، انا بيها وانت خطيبة، ما هيك؟ وينها سوريا هلا؟ بالمحل تبعها. روح احكيها وشوف اذا فيك تسحب منها شيء. طيب بنحكي لك. انا بعتبرك مثل ابني فريد وحاطط ثقتي فيك، مشان هيك طلبت منك هالطلب. سوريا مثل اختك كمان، ما هيك فريد؟ انا ابن عيلة كرم بيك، وعندي خيات ويخاف على شرفهم كمان. خاطرك. تمشي حبيبتي، يمكن يكون فيك شيء مكسور او دايخه، يمكن تعوزي تروحي على المستشفى. بني شيء. طيب قومي جربي نمشي لحتى نتاكد. يلا 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 حبيبتي. شادية روحي على البيت، خليكي مع فرح وما تتركي البيت لارجع سامعه. وحشتي. يصير معي ومع بي يا زيون. بعرف سيهان، بس إذا بتريدي خليني لحالي شوي أنا وياها. مرتو يعني.